هنروح لصعيد مصر مرة تانية، لكن تحديدا بقى في محافظة الأقصر عشان نشوف جانب من العمل في معرض أهل رمضان ونتابع التقرير التالي اللي أعده لينا زميلنا محمد محروس. المعرض هنا على مساحة تبلغ 1000 متر مربع. رأينا أن يكون المعرض مؤلف من تجار، كبار التجار والمصانع والشركات، بحيث أن احنا نوفر حلقات تداول. يمكن هنا الأسعار مناسبة جدا، وده التوجه الأساسي لفخامة الرئيس، إن هو توفير السلع بأسعار عادلة للسادة المواطنين وبالكميات المناسبة ليها. احنا هنا في محافظة الأقصر، ده معرض أحد المعارض، في 7 معارض أخرى في جميع المدن بالمحافظة، بخلاف إن هيكون في 3 قوافل سيارات متنقلة تجوب الكفور والنجوع، لأن احنا عايزين نوصل أكبر قدر من السلع بالأسعار العادلة للسادة المواطنين في النجوع والكفور. ويمكن احنا شايفين اقبال، الحمد لله كان كثيف جدا اول يوم، وبدا الاقبال ما زال مستمر، اقبال متزايد. بنراعي ان احنا يتم امداد المعرض بكافه السلع وامداده بما ينتهي من سلع لاضافه وتوفر هذه السلعه امام المواطنين. كمان احنا هنزود من الكميات المعروضه حتى نهايه شهر رمضان المعظم بإذن الله.